نشرة الأخبار من قناة عدن الفضائية، نستهلها بأبرز العناوين. رئيس الوزراء يناقش مع قيادة البنك المركزي آليات ضخ النقد الأجنبي للحفاظ على سعر الصرف. التحالف يعترض ويدمر طائرة حوثية مسيرة مفخخة جنوب السعودية. وطيران التحالف يدمر قدرات الحوثيين في 3 محافظات. قوات الجيش والقبائل مسنودة بمقاتلات التحالف تستعيد مواقع استراتيجية جنوب محافظة مأرب. من العناوين إلى التفاصيل، بعث فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية برقية عزاء ومواساة بوفاة رئيس عمليات اللواء الرابع مدرع حماية رئاسية العقيد ركن جيلان محمد سليمان. وأشاد فخامة الرئيس بشجاعة وبسالة الفقيد وأدواره الوطنية وانضباطه العسكري في مختلف المواقع التي تقلدها، وعبر عن بالغ حزنه برحيل الفقيد سائلا المولى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. أجرى رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك اتصالا هاتفيا بنائب رئيس جامعة عدن لشؤون الدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور محمد عقلان، وذلك للإطمئنان على صحته أثر تعرضه لمحاولة اغتيال إرهابية وإجرامية آثمة. ووجه رئيس الوزراء الأجهزة المختصة بسرعة الكشف عن الجناة وتقديمهم للمحاكمة لينالوا جزاءهم العادل جراء فعلهم الإرهابي الغادر، وتعزيز اليقظة الأمنية لتفويت الفرصة على كل من يحاول زعزعة الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن، متمنيا الشفاء العاجل للدكتور محمد عقلان وعودته إلى ممارسة مهامه الأكاديمية. وعبر نائب رئيس جامعة عدن عن تقديره لرئيس الوزراء مشيرا إلى أن حالته الصحية مستقرة. من جانب آخر، عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعا مع قيادة البنك المركزي اليمني لمناقشة تطورات الأوضاع الاقتصادية وتداعياتها المباشرة على سعر صرف العملة الوطنية والمستوى العام للأسعار. وطلع رئيس الوزراء من نائب محافظ البنك شكيب حبيشي وأعضاء مجلس إدارة البنك على السياسة النقدية التي أقرها البنك مؤخرا للتعامل مع الظروف الاستثنائية والتحديات الكبيرة، بما في ذلك الإجراءات المتخذة لضبط المضاربين ومحلات الصرافة المخالفة للقانون وإرسال فرق للتفتيش على محلات وشركات الصرافة في كافة المحافظات المحررة، إضافة إلى إقرار سياسة واضحة للبنوك التجارية التي تخالف المعايير الدولية للامتثال ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وتطرق إلى خطة استثمار الأرصدة المتاحة للبنك المركزي من النقد الأجنبي والجهود المبذولة لاستخدامها في عمليات السوق المفتوح ورسم آلية واضحة لتغطية اعتمادات استيراد السلع الأساسية بإجراءات شفافة من خلال تبني برامج متفق عليها من شركاء اليمن في التنمية، لافتين إلى أنه تم الانتهاء من ترتيب الإجراءات لبدء تطبيق نظام مزادات بيع العملات الأجنبية عبر منصات إلكترونية وتطبيقات دولية متقدمة بعد التحسن الجيد لموقف رصيد الاحتياطي من النقد الأجنبي للبنك المركزي، مؤكدين أن نظام المزادات المزمع تطبيقه يتسم بالشفافية والاستدامة ويعمل على تنظيم العرض والطلب على النقد الأجنبي وتحسين فعالية وكفاءة استخدامه لمواجهة احتياجات عملاء البنوك، ويساعد على تحقيق ثبات سعر الصرف وإعادة الدورة النقدية إلى الجهاز المصرفي. وناقش الاجتماع الأثر المتوقع لانعكاس هذه الإجراءات على وقف تراجع أسعار العملة الوطنية خلال الأيام القادمة وكبح جماح تضخم الأسعار وانعكاساتها على معيشة المواطنين اليومية، بالتوازي مع استمرار تكامل السياسة النقدية والمالية خاصة مع الإصلاحات التي نفذتها الحكومة في المالية العامة وأثرها في التحسن الملموس للإيرادات العامة وضبط الإيرادات في المحافظات. واستعرض الاجتماع عددا من المعالجات والمسارات العاجلة للتعامل مع المضاربات السعرية القائمة في الصرف وآليات تطبيقها بشكل سريع وفوري، بما في ذلك تقديم التسهيلات اللازمة لفتح الحسابات المصرفية وتنظيم عمليات الاستيراد واتخاذ أشد العقوبات بحق المخالفين والمضاربين، وكذا دور الوزارات والجهات المعنية في ضبط أسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية بالتعاون مع السلطات المحلية.
وأكد رئيس الوزراء في الاجتماع أن تراجع سعر صرف العملة الوطنية له تبعات كارثية على معيشة المواطنين اليومية، وينبغي العمل التكاملي وحشد كل الجهود لإيجاد الحلول العاجلة لذلك، مشيرا إلى أنه من الخطأ الاعتقاد بأن موضوع تدهور سعر العملة الوطنية إجرائية فقط، بل إنها معركة موجهة وفيها مضاربون ومستفيدون، ويجب تعاون الجميع من أجل الانتصار فيها. كما أكد الدكتور معين عبد الملك دعم الحكومة للإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لضمان عودة الدورة النقدية للنظام المصرفي، وأهمية إسراع البنك المركزي في تنفيذ عمليات التدخل في السوق المفتوحة وزيادة العرض من النقد الأجنبي، بما يساعد على إعادة التوازن لسعر صرف العملة الوطنية وتحسين قيمتها في مواجهة العملات الأجنبية. وشدد رئيس الوزراء على الوزارات والجهات المختصة والبنك المركزي على مواصلة الإجراءات لمتابعة وضبط الجرائم التي تمس الاقتصاد الوطني، ومنها ضبط المتلاعبين بأسعار الصرف، مشيرا إلى أهمية التنسيق الكامل بين السياسة المالية والنقدية لتحقيق استقرار اقتصادي ملموس يكون له أثره الإيجابي على سعر صرف العملة الوطنية، والحفاظ على استقرار المستوى العام للأسعار وتحسين مستوى معيشة المواطنين. أعلن التحالف العربي في بلادنا أن الدفاعات السعودية قامت بتدمير طائرة مسيرة حاولت استهداف مدينة جازان، وكان التحالف قد أعلن الثلاثاء الماضي أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما ميليشيات الحوثي تجاه جازان. وقبلها بيوم اعترضت الدفاعات السعودية ودمرت طائرة بدون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه مدينة خميس مشيط. وقال التحالف أن الميليشيات ترتكب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني بمحاولة استهداف المدنيين، كما أكد التعامل مع مصادر التهديد بحزم لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية. أعلن تحالف دعم الشرعية عن استمرار العمليات العسكرية ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية بمحافظات مأرب والبيضاء والجوف. وقال التحالف أنه نفذ 29 عملية استهداف لآليات وعناصر الميليشيات الحوثية بالبيضاء وصرواح والجوف خلال الساعات 24 الماضية، وأشار إلى أن عمليات الاستهداف شملت تدمير 16 من الآليات العسكرية والقضاء على 126 عنصرا حوثيا إرهابيا. أفادت مصادر عسكرية بأن قوات الجيش الوطني مسنودة برجال القبائل ومقاتلات التحالف العربي استعادوا مواقع استراتيجية جنوب محافظة مأرب غداة وصول تعزيزات عسكرية ضخمة. وذكرت المصادر بأن الجيش والقبائل تمكنوا من استعادة مواقع استراتيجية في جبهة ذنة جنوب المحافظة، وكبدوا المتمردين الحوثيين خسائر فادحة. وأشارت المصادر إلى تعزيزات الميليشيات الحوثية انتهت تحت ضربات نيران أبطال الجيش والقبائل. وأكدت مصادر ميدانية أن قوات الجيش الوطني شنت في ساعة متأخرة من مساء الخميس هجوما عكسيا استهدفت فيه مواقع ميليشيات الحوثي الانقلابية في مديرية الجوبة، تمكنت من دحر ميليشيات الحوثي من أطراف منطقة العمود وتقدمت إلى منطقة الميزان باتجاه يعرة في مديرية الجوبة. لقي عنصر حوثي مصرعه على أيدي القوات المشتركة في حي منظر جنوب مدينة الحديدة. وقال مصدر عسكري أن القوات المشتركة رصدت عنصرا حوثيا حاول التسلل إلى الخطوط الأمامية لجبهات القتال ولقي مصرعه على الفور بنيران القوات المشتركة. يذكر أن الميليشيات الحوثية تلقت خسائر فادحة في مختلف جبهات القتال بمحافظة الحديدة خلال الأيام الماضية إثر خروقاتها المتواصلة للهدنة الأممية. بحث وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي في مدينة غلاسكو الاسكتلندية مع نظيره الأردني معاوية الردايدة، بحث تعزيز التعاون بين البلدين في مواجهة التداعيات السلبية للتغيرات المناخية. وناقش اللقاء الذي عقد على هامش فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة لمواجهة التغير المناخي بحث المشروع الذي تقدمت به الهيئة الملكية الأردنية لصون الطبيعة بشأن حماية وصون الطبيعة في جزيرة سقطرى والممول من قبل صندوق الأمم المتحدة للبيئة، وتعزيز آفاق التعاون المختلفة بين البلدين في قضايا المناخ والبيئة. واستعرض الوزيران الخطط الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية في البلدين وإمكانية عمل توأمة ما بين وحدتي المناخ في اليمن والأردن للاستفادة من الخبرات المتبادلة بين البلدين ومواجهة التحديات المناخية المشتركة. الآن إلى حالة الطقس خلال 24 ساعة القادمة مشيئة الله تعالى.
ولمن فاتته النشرة تذكير بأبرز العناوين. رئيس الوزراء يناقش مع قيادة البنك المركزي آليات ضخ النقد الأجنبي للحفاظ على سعر الصرف. التحالف يعترض ويدمر طائرة حوثية مسيرة مفخخة جنوب السعودية، وطيران التحالف يدمر قدرات الحوثيين في 3 محافظات. قوات الجيش والقبائل مسنودة بمقاتلات التحالف تستعيد مواقع استراتيجية جنوب محافظة مارب. وصلنا إلى نهاية النشرة، قدمناها لكم من قناة عدن الفضائية، في أمان الله.